مرحبا، كيفكن؟ اليوم الفيديو راح يكون راح نعمل مع بعض تزيينة خفيفة للدفاتر. طبعا هذا انت لما تزين دفترك بيخليك انك مرتبة ونظيفة، والقلبس بس منك على انعكاس انك انت لما تصدري دفاترك بيكون انه انت مهملة. بس اذا انتو حقنا حابة احكي لكم رمضان كريم. طيب حابة احكي لكم رمضان كريم، ونزلت توي ستوري على انستغرام وفيسبوك وكل اشي، وحتى سناب شات نزلت ستوري، روحوا كلكم شوفوه. ونزلت كمان كتير حاجات. خلينا نضوي الفانوس عشان نبدا الدرس، ولا بدون فانوس؟ بدون فانوس. الدنيا صبح، بسوي لكم الفيديو الاولى بفتح لكم اياه. طبعا انا صايمة كتير تعبانة يعني. وهلقيت يلا بلش. فأنا حزين على دفتري العربي لأن أنا كتير في زينة بزينهم. أنا في زينة خفيفة وفي زينة في زينة مثل هيك. زينة مثل هيك انها خفيفة، وفي زينة زي هيك، في كمان زينة زي هيك. هذول طبعا انا اللي برسمهم. في زي هيك زينة خفيفة، في كمان هادي انا يعني برسمهم. نزعت الصفحة. في يعني رسومات، في زي هيك. في كمان هيك، في زي هيك باللون الزهري خفيفة، في كمان هنا هيك. في يعني رسومات، في زي هيك، في مثل هيك كمان. يعني في رسومات كتير، بس ما في زي هيك. هيدي كتير خفيفة الرسمة. طبعا هي هادي شوفوا كيف مطاوجة من هيك منحني. في عندي رسومات زي هيك كمان. في كمان هنا هيك، في كمان هيك، في عدالة كتير خفيفة بالقلم الرصاص بتحط القطين. أنا نفس الإشي. أيوة في هيك، في هيك نفس الشغلة يعني، بس إنه في هنا زي هيك. هنا الأولى خلصت، هنا خلصت الأولى برضو. وهنا كمان هيك. هنا راح نرسم الرسومات الجميلة المختلفة. طبعا انا راح ارسم هالآت، وراح اوريكم فيديو تاني وانا قاعدة عم بلونهم هاي الرسمة. طبعا راح استخدم هاي الرسمة الموبايل. فخلينا بس رح نفتح يوتيوب. وين اليوتيوب؟ هيو شوفي.
طيب لسه راح ارسم رسمه على رمضان. راح نمسك القلم. راح اركز لكم الكاميرا. نعم بشغل القلم تبعها. من قبل ما نبلش لازم تبروا القلم. راح اركز لكم الكاميرا هون وارجع لكم. يلا راح نبلش نرسم. اول اشي راح نسوي هنا هيك. يكون حلو. هيك. بعدين بنرسم هون زي الزينة هيك. لأنه مسطرتي انكسرت فرح نستخدم قلم نرسم فانوسينا. هدول أنا مش عاجبيني راح أضبطهم يعني أخلي المثلث أكبر. نرسم دوارة صغيرة هيك. بندور أكبر بشوي. بعدين كتير غامق هيك لازم ما تكونش لازم تكونش غامق. نعمل زي الدول الصغيرة بعدين بتعملوا خط شوية هيك. نعمل زي هيك. هذا لازم يكون يا جايز كده. مش حلو مش راضي عنها. هنا نعمل هنا خط زي هيك وهنا. شفتوا كيف هيك؟ نعمل من هنا هيك خط. نعمل من هنا إلى ستاند. ونعمل من هنا زي تحت نجمة. مش نجمة غيمة يا ربي غيمة. رح نسوي غيمة. هيك نعمل هنا هي هيك هلال. لا خلي الهلال كبير شوي. Thank you.
بنرسم النجوم. وبنكتب بالنص رمضان كريم. رمضان كريم. شايفين كيف؟ بس النجوم يعني مش ظابطة كتير. هقدر اسوي لكم فيديو تاني وانا يعني بعملهم. مرحبا تقفشوني، طلبتوا مني زينة تكون كتير سهلة وحلوة لشهر رمضان. تعليقة، كل اللي بنحتاجه هو اوراق ملونة باستعانة صحن كبير وصحن اصغر برسم هلال كبير وهلالين صغار يكون شوي سماك. وفي رسومات حلوة هنا، راح افتح هاي المرة. هاي حلوة قوي. سلام عليك. لقيت انتو فين الصفحة الثانية. راح نسطر سطر كبير، بعدين سطر اكبر شوي، بعدين سطر اصغر منهم هيك. ماشي. والحين نرسم نجمة هيك، بعدين هيك، شو هاي النجمة؟ راح أصلح جايز البيت. Thank you.
صحن لأرسم الهلال إنه استخدمته. أنا بدي إياه يكون هيك. ما انه ظابط لي لان مش حرسه، مو حرسه مبدل، فمش لانه مش ظابط. أرسم فستان كبير شوي. شوفوا جايز، طبعا رح نسوي لكم اياها بالفيديو الثاني تبع التلوين. وباي، بحبكم كتير، استنوا بارتو.